وللمزيد ينضم الينا هاتفين الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. دكتور عبد المنعم، بعد التحيه، اذا كنا نتحدث عن افتتاح مصانع وتحديدا مصنعي انتاج الغازات الطبيه والصناعيه في ابو رواش التابعه لشركه النصر للصناعات الكيماويات الوسيطه، نحن نتحدث عن توفير فرص عمل، عن توطين صناعات، عن تعزيز ناتج محلي، كيف رايت هذه الرسائل من افتتاح مصانع اليوم؟ بلا شك ان كل اولا اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اي افتتاحات تتم داخل الدوله المصريه كصناعه يعني بتكون قيمه مضافه لعمليه انتاجيه بينتج عنها بالطبيعه انه انا بوفر فرص عمل لعدد من العاملين، سواء كانت فرص عمل مباشره او غير مباشره، ايضا ان انا يكون عندي توفير لخروج الدولار او خروج العمله الصعبه من الدوله المصريه لعمليه الاستيراد، بيتوفر عندي بقدر اوفر احتياجات المستشفيات والمراكز الطبيه بشكل كبير، ويكون عندي ايضا تكنولوجيا في هذا المجال او في هذا القطاع بشكل كبير. النهارده الدوله المصريه بتسعى انها تزيد من حجم مساهمه القطاع الصناعي في الانتاج او في اجمالي الناتج الاجمالي المصري المحلي، النهارده بتصل الى 18%. خطه الدوله ان وفقا لرؤيه مصر 2030 ان يكون مساهمه القطاع الصناعي في الدوله المصريه يتجاوز ال 30% خلال حتى عام 2025. النهارده الدوله الافتتاحات اللي بيتم عملها المصانع دي انا اعتقد انه لا يمكن ان يتم تاجيلها، لان هذه مصانع او شركات حيويه بتقوم بتوفير احد المستلزمات الهامه للقطاعات المصريه خاصه القطاعات الطبيه، وايضا بتوفر عندي مزيد من التكنولوجيا الجديده اللي انا بستهدفها ليقدر يبني عليها كاستثمارات جديده واستثمارات مباشره تدخل في هذا القطاع او في هذا المجال عبر المستثمرين المحليين المصريين او من خلال المستثمرين اجانب. نعم، مساله او مصطلح الصناعات الوسيطه، ماذا تعني كلمه وسيطه دكتور عبد المنعم؟ الصناعات الوسيطه اللي هو صناعه المكون السلعي الذي يدخل ضمن صناعات اخرى، بمعنى لو جينا مثلا قلنا السياره، لو انا باجي اعمل صناعه للسياره، النهارده صناعه السياره دي تتم عن طريق مصنع واحد وانما على عده مصانع. في مصانع بتصنع الكراسي بتاعت العربيه، بتصنع الدفيره، بتصنع الازاز، بتصنع الكاوتش، فدي اسمها صناعات مغذيه او صناعات وسيطه. الجزء الثاني انا عندي لو انا بصنع جزء من المكونات او من الالات، فانا في جزء من الالات او المكون السلعي بيتم صناعته داخل الدوله المصريه او خارجها، ويتم استيراده لعمل الصناعه الوطنيه. طيب النهارده الاشكاليه بتاعت مصر ان معظم الصناعات التي تقوم الدوله المصريه بانتاجها وبصناعتها بيدخل فيها جزء كبير جدا من المكون السلعي الذي يتم استيراده من الخارج، يعني في جزء من الالات، من قطع الغيار، من المكون اللي انا بنتجه بيتم صناعاته خارج مصر، وبالتالي بيبقى عندي فاقد للعمله الصعبه، ان انا بستورد هذا المكون السلعي ويتم استخدامه كوسيط داخل الصناعه الخاصه بي. النهارده مع الازمه الروسيه الاوكرانيه، مع تباطؤ سلاسل الامدادات في المنتجات الوسيطه، اصبح عندي اشكاليه كبيره على مستوى العالم، وبالتالي النهارده توجه ايضا الدوله، والنهارده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ذلك، ان يكون لدينا مصانع بتنتج او تصنع هذا المكون السلعي الذي يدخل في صناعات اخرى وصناعات يعني يكون لها عوائد اقتصاديه كبيره على الدوله المصريه. نعم، السيد الرئيس انتهز فرصه افتتاح هذين المصنعين اليوم ومحطه انتاج الطاقة الثلاثية للحديث عن عدة أمور اقتصادية لعلك تابعتها معنا دكتور عبد المنعم. نتحدث عن دور القطاع الخاص في تغطية الاحتياجات، في الإفراج عن البضائع من المواني في مرحلتها التالية، وأيضا الحديث عن بعض الأمور الاقتصادية الأخرى. كيف تابعت رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية ونحن في ظل أزمة عالمية الآن؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يمكن كعادته افصح عن مجموعه من يعني المحاور الاقتصاديه التي تهم المصريين ويتم الحديث عنها خلال الفتره الحاليه. يمكن اول حاجه خروج البضائع الموجوده في الجمارك المصريه، ويمكن كان هناك حديث ان يكون هناك
الخروج لها خلال الايام القادمه، والدوله تقوم بتوفير العمله الصعبه، وده تم بالفعل. احنا شهر ديسمبر يمكن الدوله افرجت عن بضائع قيمتها 5 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الحالي، ده رقم كبير جدا خرج من الدوله المصريه ومتوفرته البنوك المصريه للمستوردين للبضائع الموجوده لدى الجمارك. ولكن ما زال لدينا جزء، يمكن النهارده كان في كلام من الرئيس عبد الفتاح الشيخ ان يكون هناك توفير لهذه العمله الصعبه. ايضا هناك الحديث عن دور واهميه القطاع الخاص. الدوله المصريه النهارده عايزه يكون للقطاع الخاص دور كبير، سواء كانت من خلال باعتباره قاطره التنميه، دور كبير من خلال مصانع، من خلال شركات، من خلال ان الدوله هتوفر لي سبل الجذب الاستثماري لي، سواء كان عن طريق رخصه ذهبيه، سواء كان عن طريق بعض الحواف الاستثماريه، سواء كان عن تسهيل الاجراءات، سواء كان عن طريق، وده تم بالفعل، ان يكون هناك قانون للمشاركه ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي فتح المجال للقطاع الخاص ان يشارك الحكومه في كل القطاعات، سواء كان قطاعات صحيه خدميه. كل ده يمكن الهدف منه ان يتحول القطاع الخاص ويزيد من نشاطه الاستثماري، سواء داخل قطاع محلي او قطاع استثماري اجنبي من مستثمرين عرب واجانب، يتم حصول منهم على استثمارات مباشره في القطاع المصري او في السوق المصري، عشان ادعم الموقف او الحصيله الدولاريه التي تاتي للدوله المصريه. فالنهارده كان الحديث كان جاذب للمستثمرين، وكان ايضا هناك حديث عن دور القطاع الخاص خلال الفتره القادمه. نعم. الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.